الله الله، وصلنا الفندق. حلوين حلوين، شكله على طراز يوناني. حلو، ما شاء الله تبارك الله. المهم الحمد لله على سلامتنا ان شاء الله. كذا بعد ساعتين ان شاء الله بتغدى وبجلس، بعدها حنروح على وين؟ على ما ابغى اقول لكم، انتوا عارفين فين. السلام عليكم، مساء الفخر، مساء القوة، مساء الإنجاز. يا الله، اليوم أنا وراسي واصل حنان السماء. شايف، ملاحظ أنا يا سباكي. والله قول حالك. اليوم إيش يا أسامة؟ اليوم يوم مميز، اليوم يعني نبارك لمملكتنا العظيمة. أي والله، بفوزها بملف إكسبو الرياض 2030. ألف مبروك لكل شخص، لكل سعودي، لكل عربي، لكل فرد من مواطن العربي. اللهم لك الحمد. يا الله لك قالها الحمد. قالها الأمير محمد بن سلمان، السعودية قصة نجاح القرن 21. أي هذا ولا شيء، لسه الجاي أعظم بإذن الله. سر بنا يا محمد، وعزك يدوم، وعزك يدوم. الله يحفظنا ويحفظ ولاة أمرنا. اللهم أمين. والله يدوم الأمن والأمان يا رب. اللهم أمين يا رب. منور والله. اي أيوة والله منور يا اسامه يا حبيبي. يا هلين وسهلين، نورت. اي أيوة والله نورت، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا قلبي سباك، والله وحشني سباك. كيفك؟ اي والله والله، وانت اكبر اليوم. والله شباح. خوينا حبيبنا هذا اللي بس. هلا والله شباح. هلا والله والله رد. الله يخليك، الله يخليك، الله يطول. توه منور الجو. يلا كيف سام جينا؟ تعال تعال تفرج فيه، تعال شوفوا احنا فين. احنا اليوم في نيكس جيم جدة. شوفوا هذا البطولة. طبعا في لاعب عربي اسمه عبد الله شلبايا. طبعا ذولي ما شاء الله اللعيبة من ضمن 10، من ضمن 8، انا والله من ضمن 8 افضل لاعبين بالعالم تحت سن 21. فالبطولة مرة جميلة، تونا دخلنا، عاد انا عندي خبرة بلعبة التنس ان شاء الله تبارك الله. والله اللعبة التنس ترى ما شاء الله ترى حلوة، والله حلوة. ممكن انت بنظرك كذا ممكن ما تعجبك، بس لما تلعبها تستمتع، ولما تعرف قوانينها وكيف اللعبة يلعبونها هتستمتع اكثر. بالتوفيق يا عبد الله، بالتوفيق. تعرف مين؟ تعرف مين؟ عبد الله. ايه اصل عليك. ايه اليوم جاي نشجع مين؟ عبد الله. هلا شجع مين؟ عبد الله. ايه سمعوا سمعوا عبد الله. وش عبد الله؟ وش عند مين؟ اعلى صوت عبد الله. اقوى عبد الله. اقوى عبد الله. شباح اول مره تجي؟ اي والله. كيف كانت التجربه؟ والله مستمتع. مستمتع؟ والله مستمتع. غيرت نظرتك؟ اي والله العظيم. ودك تلعب؟ جسمك ما يساعدك؟ ادري والله ادري، ما عليك، تنحف ان شاء الله وامورك تزين باذن الله. حبيب قلب. اي والله ابشر. ابو موسى، كيف حالك؟ اول مره تجرب؟ اي والله. كيف انت متحمس مره؟ ما بالله فهمت اللعبه جدا؟ مستمتعت حبيبي؟ رجل عبد الله. ابو داود اياك الله. الله يبارك. داود انت قلت لي اول مره تجي صح؟ اي والله. كيف التجربه؟ قد جاب عبد الله. اصلي عليك، احسك تنفع ندرب عبد الله، ما يبغى له شيء. تحس انه متوتر شوي؟ ايوه. إيه. بس والله فنان. ايوه الله. اصلي عليك عبد الله. كيف العربي الوحيد في البطوله ترى كلهم؟ والله شيء يفتك يعني، شيء كذا فيه كذا مبسوط من ذا الشيء في جده. اي والله تدري تدري والله. تدري قبل صار تدري هذه اول مره تصير في جدة؟ إيه؟ والله والله شيء يفتخر فيه. شوف الترتيب، شوف التنظيم، شوف الاجانب. الله شي. لا لا لا. هذه اللعبه سرعه الضربه اللي بتضربها بالمضرب. ثقيل.
أنا صراحة توي أدري إني أنا في ملعب الجوهرة. دام دمك شو فيكم؟ سبويكي قسم بالله خليك تاشر قال الحين شو فيكم؟ لا تذكر الاسم، قالوا احنا في الملعب، احنا في الملعب. خلص ما محتاج تذكر الاسم. صراحة أنا اليوم أدري إن اسم أم الجوهرة. يا حبايب قلبي الآن تحدي قوي بيني وبين شباح، صدقني ما راح تفوز. أبعلمك أبو داود حكم مضبوط. نور بيتي يا حبيبي الله يسعدك. بالله نبغى لنا قهوة وش اسمه؟ لا ما أنت داخل كافيه ولا داخل مطعم يا حبيبي. قهوة أنا أنزلها من غير ما تقول نبغى لنا. أنا أدري بس أنت تطلبها. طب أنا أدري بس أنت ما أنت عارف إيش أبغى ثاني. إيش أبغى؟ حلو جواهر. يا دب المذاب دب يا دب 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 والله اني عارف انهزمت وانا اعترف بالهزيمه النكراء. اي والله بس شوف انا باخذ حقك. تدري من بياخذ حقي؟ عندي ابو داود. عندي ابو داود. عندي صدقني صدقني يا صاحبي حيفوز ابو داود. اذا فزت ترى انا اللي بقول الحكام. ابشر بس يلا العب العب يا خصم ضعيف. العب يا خصم بطاطا. العب خايف ها؟ خايف ها؟ خايف خايف صح انه فاز علي بس ما يفوز علي. اي اسباك شوف انا في بيتك بجاود قسما بالله لا قوم العفسوي واخرعاني لا كسر بيتك. ابو داود ابو داود ابو داود ابو داود انا ضيفك. ابو داود انا ضيفك. ما بيعطيك يدي عليك. ما بيعطيك ليه تضارب معه؟ شايف حجم قلعتك. تسمح لي اخذ جوالي؟ اخذه. علم ترقم هنا ترقم علم خلو 2-0 ما في لها. ما تعرف تلعب يا تعبان. يا خصم بطاطا طاطا طاطا بطاطا طاطا بس بعلمك شيء. صح انك فايز علي على بلاي ستيشن تمام، بس ترى ما فزت علي بقوه هذه تمام. بس مرخيلك لا تقول لي لا تقول لي مرخيلك ولا مو مرخيلك. قايل لك العصب عصب والدهون دهون واترك الدجاج والدهون وبس. تنزل انزل فك فك الباب انزل فك الباب انزل 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 انزل, انزل. بس الزر الزر بس 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 الزر
بس الله يبيض وجهك. الله يسلمك. بس تفضل. الله يسلمك. يلا بس توكل. يلا يا حبيبي توكل.